طالبان ترفعوا علمها لا إله إلا الله محمد رسول الله في بازراك في مركز بانشير. وأحمد ابن شاه مسعود يؤكد أننا لم نكن نواجه طالبان بل الجيش الباكستاني في تغريدة على حسابه تنظرونها أمامكم ليتأكد أنه لا يزال هناك في قلب الولاية وأن جزءا من طاقمه قتل وبعضه ذهب، يعني نائب الرئيس ذهب إلى طاجكستان. هذا تكتيك وليس خسارة في نظري المتحدث الجديد بعد قتل المتحدث السابق باسم تحالف الشمال. وفي الرابع من سبتمبر قائد المخابرات الباكستانية فايز حميد يزور كابول، وقام الجيش الباكستاني ب 12 ضربة جوية أفقدت قوات مسعود التحكم والسيطرة. كل ال 12 ضربة مصورة وكشفتها المخابرات الروسية، بل وصورت أكثر من ثمان منها. وقتل فهيم دستي صحفي شهير وناشر في أفغانستان إلى جانب الجنرال عبد الودود زارا، وتأكد أن درون CH4 قتلت المتحدث الرسمي باسم التحالف الشمالي إلى جانب أربعة آخرين. دشتي الصحفي الناشر لكابول دايلي منذ منتصف غشت أهم ما تقرر بالنسبة إليه الدفع باتجاه حرب أهلية عارضتها الولايات المتحدة الأمريكية، وجاء آنذاك القرار الباكستاني مستندا لمثل هذا الوضع، لأن القضاء على التمرد دون القضاء على مسعود هو الحل الأمريكي إلى الآن. أحمد مسعود جريح حاليا لكن جروحه طفيفة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. استخدام الدرون الباكستاني CH4 جاء مباشرة بعد زيارة فايز حميد رئيس المخابرات الباكستانية إلى السلطات الجديدة في كابول. كان ضروريا بالنسبة إليه تسليم الدرون لضرب العصيان في كل المناطق الصعبة والتي تصل إلى أهدافها. بالنسبة للضربة الموجعة فقد ذاب ضحيتها خمسة، هناك جنرال وهناك ناشر صحافي وهناك متحدث وهناك كاتب خطابات أحمد مسعود وأيضا رفيقه والذي يخطط له، لديه أكثر من اعتبار خصوصا أنه رفيق الدرب. الخمس كلهم قتلوا، وجرح في الضربة التاسعة جرح أحمد مسعود. بالنسبة لهذا الجرح كان طفيفا لأنه لم يكن مستهدفا، ولم ترغب باكستان في اغتيال أحمد مسعود لأن هذا كان خطا أحمر للمخابرات الغربية الفرنسية وأيضا الأمريكية. قتل الذي حول أحمد مسعود ولم يقتل أحمد مسعود، لم توجه باتجاهه أي رغبة في الوصول إلى تصفيته. إن كان هذا هو الوضع الذي يمكن أن يتأكد معه أننا أولا أمام عمليات خاصة. لم يأتي نصر طالبان لأول مرة عبر القوات العادية، نحن نتحدث عن قوات نخبة رأيناها في كابول بدري 313، لكنها لم تشارك بالشكل الكافي في بانشير. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن ما سمي بالحرس في قندهار الذي يمثل قوة النخبة، نخبة النخبة بالنسبة لقندهار، هم الذين أشرفوا على مثل هذه العملية. المسألة الثالثة أن هناك جزء من المخابرات الأفغانية التي بقيت على اتصال مع مسعود ومع غيره من الجنرالات، وعندما ندرك ذلك سنعرف درجة الاختراق التي حدثت. لأن أول ما أكدته أن أخطر ما فعله برادار هو تفكيك المخابرات، تفكيك المخابرات، المخابرات الرسمية للدولة الأفغانية ومحاولة الوصول معهم إلى توافقات، و
وهذه التوافقات بالنسبة لبرادار كانت أهم سر. راجعوا فيديو سر برادار، وهذا هو السر الذي كسبت به طالبان كل أفغانستان في فترة وجيزة للغاية لم يكن يتوقعها أحد، لأن أهم شيء قاده برادار الاتصال مع مخابرات الجيش الأفغاني، وهناك وأهم من ذلك هناك مخابرات معروفة كانت لديها اتصالات مع الناتو، مع كل مخابرات الناتو، لذلك فكل المعلومات كانت تصل إلى برادار. وحاليا عرف الطالبانيون ماذا سيقدمون وماذا سيؤخرون في هذه المعركة على وجه التحديد. أولا أن CIA منعت الوصول إلى الحرب الأهلية بعد أن كانت هي أسلوب التوافق مع روسيا. كان شويغو وكان وزير الدفاع قد صرحا معا وكل من جهاته أن ما يستقبله الأفغان هي الحرب الأهلية. اليوم لا ترغب الولايات المتحدة الأمريكية في حرب أهلية، لأنها أظهرت مع أحمد مسعود أي تأثير سيكون لروسيا، فروسيا وفرنسا سيستعيدان موقعهما من خلال هذه الحرب، وهذا لا يرغب فيه الأمريكي. ولذلك فإن تسوية متواصلة ومتقدمة عبر القطريين عبر غيرهم، المهم أن هناك تواصل بين طالبان وبين الولايات المتحدة الأمريكية مع مخابراتها، وكل هذا عندما يصل الوضع إلى أن يكون اتصال كشفه ترامب الرئيس الأمريكي مباشرة مع أمير طالبان، فهذا يكفي للقول أن السؤال المخيف والمروع الذي سأله كان يتأكد منه تماما الأمريكي أن الاختراق، اختراق الروسي، أن الاختراق المباشر لروسيا غير مقبول، وطالبان وضعت هذه الورقة في أهم أهداف أجنداتها. إذن بالنسبة لها لا إمكانية لروسيا في أي تمدد في أفغانستان الجديدة. المسألة الثانية والمهمة للغاية أن بالنسبة لتنظيم الدولة سيكون في أماكنه دون تطوير ودون دفع باتجاه حرب أو مباشرة حرب. وفي هذه الحالة فإن الهدنة مع تنظيم الدولة دون أن يسمح بأي صراع مفتوح معه، هذا أهم ما يرغب فيه الآن الأمريكي من أجل ضبط الوضع. نحن لا نتحدث عن القضاء على تنظيم الدولة، إنما نتحدث عن ضبط هذا التنظيم وانضباطه للمعادلة الإقليمية. إن كان هذا هو التصور الذي وضعه الجميع بالنسبة لتسوية كاملة، فإن بانشير لن تسمح الأمريكيين، فإن بانشير لم يسمح له بأن يصل إلى حرب، إلى حرب أهلية. يعني تطوير مسار ما يسمى بالمقاومة إلى حرب أهلية أفغانية رفضها الأمريكي، قبلها الروسي والفرنسي، لكن القرار الأخير كان للمخابرات الأمريكية لأنها دعمت بشكل كامل تحريك باكستان. فعندما تحركت باكستان وعبر CH4 حسمت المعركة بشكل نهائي. أما بالنسبة لحركة رئيس المخابرات الباكستانية ووصوله إلى كابول كأول مسؤول مباشر يتصل مع طالبان على الأرض، فهذا الذي جعل الأمور واضحة للغاية ما بين المخابرات الباكستانية وما بين طالبان. وشنت CH4 الدرون الباكستاني 12 ضربة. الآن كما قلنا الآن هي موثقة بشكل كامل، ولذلك فجرح أحمد مسعود هو لإبقائه الآن مجمدا كرقم مجمد في بانشير، أي أنه لا يجب أن يموت كي لا يموت مثل هذا الخيار وتكون السيطرة كاملة لطالبان. وفي نفس الوقت فإن أحمد مسعود لا يجب أن يصل إلى الحرب الأهلية، وبالتالي فإن إبقاؤه على قيد الحياة
هو من مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك فالباكستانيون لم يغتالوا أحمد مسعود، لأن هذا هو قرار الولايات المتحدة الأمريكية. وبالنسبة لما سمي أو ما يسمى بالمقاومة التي تجري حاليا في تحالف الشمال، فهي جزئيا سنراها أنها قومية وطاجيكية صحيح، لكن في نفس الوقت فإن الأوضاع الدولية والمعادلة الدولية هي التي تدفع إلى أن تكون طاجيكستان الآن أقرب إلى روسيا من الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا هو السبب الذي جعل حركة باكستان سريعة وقوية وحاسمة من أجل جعل كل أفغانستان تحت إدارة الطالبان، وأن ذاك يمكن محاسبتها ولا يمكن من الآن استنزافها، لأن لا بد من وقت نرى فيه أفعال طالبان، كما قال بايدن في مهاتفة مباشرة مع أحد أمراء طالبان. إذن العملية اليوم مدروسة للغاية، لكن الذي يمكن تأكيده أن قرار الوصول إلى حياة أحمد مسعود لا تقبله الولايات المتحدة الأمريكية. ثاني مسألة، أن كل من كان مع أحمد مسعود اغتيل بشكل كامل، وكان هناك إمكانية لاغتيال أحمد مسعود، لأن كل أصدقائه في سيارة واحدة قصفوا وبقية السيارة الأخرى، وكان أحمد مسعود مترجلا في هذه اللحظة التي قصف فيها أصدقائه. لذلك فالمسألة اليوم واضحة بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب بأي حال في قتل أحمد مسعود من طرف طالبان، وهذا ترتيب استخباري مباشر. المسألة الثانية، لا إمكانية لروسيا بتحريك القومية الطاجيكية والتمدد عبر تحالف الشمال من أجل الوصول إلى حرب أهلية في أفغانستان، هذا أيضا غير مرغوب فيه أمريكيا. الاتصالات الروسية الأمريكية بخصوص أفغانستان توقفت مباشرة بعد تفجير كابل، من تفجير مطار كابل، لأن الكل كان يدرك بشكل ما أن المخابرات الروسية كانت تعلم بهوية المفجر ولم تسلم حركته مسار حركته إلى المخابرات الأمريكية. ومن هذه اللحظة تجمدت الاتصالات على وجه أصح. إذن جرح أحمد مسعود وضع كل أفغانستان وهذه السلطة الأفغانية في يد طالبان من أجل محاسبتها، وأيضا من أجل مواصلة البنود 19 التي هي اليوم في الدوحة. واليوم الأمريكيون يضغطون بالتوافقات وبروتوكولات الدوحة بشكل أكبر، لأن هناك ضامن اسمه قطر أيضا التي أشرفت على المفاوضات، وهي التي تصل الآن إلى تفاهمات مع طالبان، تفاهمات ميدانية وأيضا بالنسبة للوجستيك دعم إلى آخره. لكن بالنسبة لبانشير فقد كان موكولا للباكستانيين الذين خاض جزء منهم هذه المعركة إما عبر الدرون وإما أيضا وهذا هو الآن بمستشارين على الأرض، علم منهم الروس وكشفوا الأسماء. هناك 4 أسماء على الأقل كشفوها الآن. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.